الحرب الشعواء التي شنت لتعكر صفو سماء وأرض سوريا يواصل هؤلاء من فريق الجيش السوري الإلكتروني مع كل إعلاميي الوطن الشرفاء معركتهم، ويؤسسون لبنة جديدة من جيل الطفولة عبر إقامة دورات تدريبية إعلامية إلكترونية. ولأنهم أثبتوا جدارتهم، كرمت وزارة الأوقاف بالتعاون مع فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي الأطفال الطليعيين الذين اتبعوا هذه الدورات، والتي نظمها فرع طلائع البعث بدرعا ومديرية التربية والجيش السوري الإلكتروني بدرعا، بحضور معاون وزير الأوقاف الدكتورة سلمى عياش وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي. اليوم نحن قمنا بفعالية اللي هي تكريم أطفال منظمة طلائع البعث اللي شاركوا بدورة منهجية أشرفوا ودرسوا فيها رفاقنا المعنيين بالجيش الإلكتروني السوري بمحافظة درعا، وهي خطوة ذات عدة أبعاد. البعد الأول اللي هو تنشئة هذا الجيل وتوعيته وكشف المؤامرة له وتهيئة هؤلاء الجيل. البعد الثاني للمستقبل إن شاء الله بيكونوا بكوادر إعلامية. ثلاث، ليشاركوا بجزء بتقديم الدعم للإعلام السوري عن طريق الجيش الإلكتروني السوري لتتشكل منظومة الإعلام المقاوم الرديفة حكما لجيشنا العربي السوري الذي يخوض أسمى معاني البطولة والفداء. بالواقع فعالية اليوم كانت رائعة وجميلة جدا، وهي تكريم الدورة التي قام بها الطلائع أبناؤنا الأحباء في العطلة الانتصافية، قيامهم ببعض الدورات طبعا برعاية فعاليات يعني مشتركة المحافظة وزارة الأوقاف وجهات أخرى. كانت مشاركة الفريق الديني الشباب اليوم في تكريم بعض الطلاب من منظمة طلائع البعث الذين قاموا بدورة أشرف عليها الجيش السوري الإلكتروني، الهدف منها أن ننهض بجيل حامي لهذا الوطن، مدافع عن هذا الوطن. طبعا تم اليوم تكريم طلابنا الطالعين الذين تم تكريمهم بمناسبة انتهاء الدورة التي أقيمت بالتنسيق ما بين الجيش السوري الإلكتروني ومنظمة طلائع البعث وبإشراف من مديرية التربية. هذا الجيش الذي سيكون رديف لقواتنا المسلحة في كتابة ومتابعة كافة انتصارات قواتنا المسلحة التي تحقق انتصار تلو الانتصار. رغم طفولة هؤلاء الأجيال ورغم الوجع الذي عاشوه، وقفوا إلى جانب الجيش العربي السوري ليحققوا النصر ضد كل معتدي.